أهلا بحضراتكم في تغطية خاصة من تلفزيون اليوم السابع عن حالة الطقس. موجة حر شديدة بدأت منذ عدة أيام، ولازلنا بنشعر بارتفاع شديد في درجات الحرارة بالأخص في فترة الظهر، وتحت أشعة الشمس المباشرة بيكون في صهد وبيكون الطقس حار جدا. طيب الطقس هيستمر على هذا الوضع لفترة طويلة ولا لأ؟ وهل موجة الحر دي هتكون مصاحبة لأي ظواهر أخرى زي أتربة أو عوالق؟ كمان عاوزين نعرف مع حضراتكم، هل ممكن درجات الحرارة ترجع تنخفض مرة تانية ويرجع الطقس للاعتدال مرة أخرى زي ما كان الأسبوع اللي فات كده؟ حقيقة كان الطقس جميل جدا وكانت الناس مستمتعة. كل دي أسئلة هيجاوبنا عليها دكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ نهال وكل الساده المشاهدين. موجة حر شديدة بنعيشها يا دكتور موجودة معانا لحد اليوم، دي مستمرة معانا لفترة طويلة ولا لا؟ هو حضرتك احنا الربيع خلاص هينتهي يوم الحد القادم، ويبدأ فصل الصيف جغرافيا يوم الاثنين 21/6. خلال ما يزيد فترة بنلاقي فترات فوق أشعة الشمس إلى حد كبير وتكون متزايدة، وأشعة الشمس لما تكون متعامدة على سطح الأرض الفترة اللي هي ما بين الظهر والعصر هتلاقي فيها درجة الحرارة خلال هذه الأيام ما بين 32 و33 درجة مئوية، ودي تعتبر درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية على القاهرة الكبرى وقفصات الوجه الصحراء، وتنخفض عن كده على سواحلها الشمالية تصل إلى 27 و28 درجة مئوية ومعتدلة إلى حد كبير. جنوب الصعيد خلال هذه الايام تسجل درجات الحراره في ما بين 39 و38 بعد ما كانت بتسجل 40 و45 درجه مئويه، فتعتبر هذه الفتره من العام فتره استقرار شديد في الاحوال الجويه مع بدايات فصل الصيف. هنستشهد ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره المعدل من درجه الى درجتين عن اليوم تصل الى 34 و35 درجه على العاصمه، مع استمرار اعتدال درجات الحراره في فترات الليل ونشاط خفيف للرياح اللي بيزود احساسنا باعتدال درجات الحراره في الساعات المتاخيره من الليل والساعات الاولى من الصباح. في اي ظواهر يا دكتور مصاحبه لارتفاع درجات الحراره زي اتربه او عوالق او شوائب، ولا لو في ارتفاع هيكون مجرد ارتفاع في درجات الحراره فقط؟ لو حضرتك ما فيش اي ظواهر جويه ممكن تؤثر على كافه الانشطه اليوميه، نشاط الرياح غير مؤثر مش هيأثر على الرؤية، حاجات خفيفة جدا في الصباح الباكر سواء كان في شبورة خفيفة أو أتربة أو شوائب عالقة بتكون خفيفة جدا في الصباح الباكر بعد الفجر، وتبدأ الرؤية تتحسن على الطرق السريعة اعتبارا من الساعة 7 صباحا. أجواء مستقرة تماما تسمح بحركة السفر على مدار اليوم بإذن الله. طيب حابين نطمن المشاهدين من حضرتك على حالة الجو عموما ودرجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع الخميس والجمعة، كمان خلال الأسبوع القادم. يعني بإذن الله اعتبارا من اليوم وحتى بدايات الأسبوع القادم أجواء مستقرة، طقس معتدل على السواحل الشمالية وبيكون حار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بيكون شديد الحرارة عند جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، فترات الليل الطقس بيكون من لطيف الى معتدل على اغلب مدن ومحافظات الجمهورية، هدوء في سرعات الرياح خلال فترات النهار ونشاط الرياح في فترات الليل، ده اللي بيدي جمال لحادث الطقس في فترات الليل على اغلب محافظات شمال البلاد، مناحه بحريه معتدله تماما في البحر المتوسط، ارتفاعات امواج من متر الى 2 متر تسمح بممارسه كافه عمليات الصيد والسباحه. أما خليج السويس والبحر الأحمر فهناك نشاط الرياح تصل سرعات الرياح هناك إلى من 50 كيلومتر في الساعة، وارتفاع أمواج إلى ما يقرب من 4.5 أمتار في خليج السويس ومن 3 إلى 4 أمتار في البحر الأحمر، وده بدوره بيؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية. الدكتور محمود شاهين اللي دايما منورنا بكل رحابة صدر في تلفزيون اليوم السابع، بشكر حضرتك على هذه المداخلة. خلصت تغطيتنا عن حالة الطقس، انتظرونا دوما في تقارير وتغطيات جديدة على مدار اليوم من تلفزيون اليوم السابع. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.